الخيل كنزينوها ونعملوها بالعاود نردوها بحال عايله يبونا نقدموها لمولي العاود العاود الكبير ولا يدوها لنا. امتى كيديروا الناس المنطقه هذا الموسم هذا؟ الموسم هذا عندنا كل عام، انا كل عام كنقوها عندنا من عهد الوالدين ديالنا عندهم هذا التقليد هذا. ايوا كنجروا الخيل، حنا كنا نعملوها وكان يراونا كان يدوها لنا وتا كنا نطوها من الفرارج والفلوس والسكر وتا عاد يردوا لنا المعطى ديالنا. هذه والدينا كان يجون هنايا مع سيدي بركه، كانوا باقا نصارى وكيجوا النصارى يتفرجوا من ديك القشلان هنايا باش كنا نديروا هذا المعطى باش كان يفرحوا الدراري. وهذا التوراد بابنا وجدنا من الاول وحنا الخيل ما كنفرطوش فيه، وهذا هو السبب. وعمل سيدي بركه واحد القزاز هنايا كان يقزز الغلم هنايا وكيقلنا الفشطه وباش حيا هذا التوراد، وعاود جابنو وعاود سيدي عبد الهادي وحيا هذا الشيء هذا. هذا مطار مورود ثقافي، هذا المطار قبل كتلقى كان كيعملوها بالنقاط الزرع، مثلا الفقيد الجامع، الفقيد ديال الدوار، بحال مثلا الدوار ديالنا لحرش عندنا الفقيد كنعملوا له توازة، كنسموها توازة، كنحرطوا له البكري، كنديروا له الزرع ديالو كنحرطوه، وفي وقت النقاء كنمشوا كنجمعوا النساء والرجال، كنتحدوا الدوار كامل وكنمشوا نلاقوا ديك الزرع ديال الفقي. ملي كنقيوه كنعملوا فيه هذه اللعبة ديال الماطا. ملي كنعدلوا اللعبة ديال الماطا كنباتوا قصارين، وكنعدلوا ديك دمية الماطا، كنعدلوها، وكيجوا القبائل، كيجوا القرافطة، كيجوا بني عروس، كيجوا جبل الحبيب، كيجوا الغربية، كيجوا زعرورة، كيجوا رسانة، سوق طلبة. ملي كنجو كيجو عندنا الملعب ديالنا فحال دابا كنسلمو لهم ديك ماطا، كنعطوها لهاد الدوار هذا اللي عنده الخيل مزيان كيديها كنلحقوه، عطينا هذا كنلحقوه، اللي عنده الخيل مزيان كيديها، وبالحق اللي كيديها كنعطيوه شكره شعر الخيل، قالب السكر، وذبيحه صغيره، و50 فرنك تقصير الدراري، ديك الساعه كنسلمو لهم هاد الماطا.